لو الحكاية فيها إن فيديو. يوم محلت الكبد الروسي وعملت تليفات كده بعيش بربع كبد الحمد لله يعني يا رب بس هيك النتيجه وكده بقى بالنسبه لي بصراحه طول مجال يعني اللي كنت بقى من الانفلونزا اقل حاجه يجي يدوني علاج اقول لهم الفيروس يقول لي لا ما اضمنكش عمليه يقول لي لا ما اضمنش تحاليل يقول لي لازم تتعقم ونعمل المنظار حضرتك هنا ياخد يوم بيعمل في المعده على ايام انا ما نعرفش ناكل كده وقاعدين بنج كنت ما باخد بنج حتى بنج السنان اللي باخده يقول لي على مسؤوليتك كنت امضي ورقه كده على بنج السنان على مسؤوليتي ان انا اخد بنج السنان يقول لي لو حد الكبد بنج السنان انت تاخد يا اما يدمر الكبد يا اما تعيش فانت تمضي على كده المستشفى مش مسؤول فبالنسبه لي بتونا قال ان اي علاج وردنا اي حاجه كنت بستحمل المرض ما عادش اخد علاج بسبب الكبد يعني انا 18 سنه حضرتك عندي الفيروسي اكتشفته بقالي 5 سنين جاي العضو